تقوم وزارة الموارد المائية المتمثلة بدائرة تنفيذ أعمال كرنهر في محافظة المثنى بخطة واسعة سنوية لعام 2023 بإزالة الترسبات والأطيان من داخل النهر الكبيرة في المحافظة، بالإضافة إلى إزالة نباتات الشملان والحشائش المائية. الغرض من العمل هو إيصال الحصة المائية للبساتين والإيصالات الماء والأنهر الواقعة في الذنائب. وخطة هذه السنة تم إكمالها بنسبة 85% وبنسبة ممتازة جدا، وتم إعداد خطة عام 2024 للعمل بها مستقبلا. لحد هذه اللحظة تجاوزت الكميات أكثر من 500 ألف متر مكعب و4 ملايين متر مربع من نباتات الشمبلان والقصب والحشائش المائية. بالتأكيد إزالة الأطيان والترسبات والجزرات الوسطية يسهم بانسيابية الماء ووصولها إلى المناطق التي تحتاج إليها من إسالات ماء وبساتين وراضي زراعية حسب الخطة المتفق عليها، بالإضافة إلى وصولها للذنائب الأنهر في المحافظات المجاورة. تم الاعتماد على آليات تخصصية وهي الحفارات البرمائية والكراءات بنسبة 100% كجهد ذاتي وآلي.